يقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون إنما يتقرب بهم إلى الله زلفى كذلك، فالحال سواء. هؤلاء عبدوا اللات والعزى ومنات من أجل نيل القربى من الله جل وعز، لا لأنهم يخلقون ولا لأنهم يرزقون أو يتصرفون في الكون كما هو اعتقاد شيخ الزريبة عمرو بن لحي السوداني. من الذي أتى بالوثنية عند مشركي قريش؟ عمرو بن لحي، وكان إماما وشاعرا وعالما، وكان ذا كلمة، وشيخ البري برضو شاعر واحد، بل وله كلمة عند الناس، بل لا يرضى الناس مجرد الكلام فيه، ولكن أهل السنة يتكلمون في أهل البدع عموما، بل إن لحوم أهل البدع طيبة، وما أطيبها حينما يكون العزة لأهل السنة في هذه الأيام. والعزة لأهل السنة ولله الحمد قد أجنت الدعوة ثمارها، وهذه الدعوة دعوة مباركة، وهي بركة عمل، لأنها ظهرت آثارها كما هو معلوم عند أهل السنة أن البركة على قسمين: بركة ذات وبركة عمل. فهذه الدعوة نقول عنها بركة ذات أو بركة عمل، لانتفاع الناس بها وظهور الخير بين المسلمين. فعمرو بن لحي أتى بالشرك وأدخلها في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية السمحة التي بعث بها جميع الأنبياء، التي كان عليها قريش، ولم يحصل خلاف بين المشركين أو بين الذين عبدوا الله جل وعز في تلك الأزمان إلا بعد دخول عمرو بن لحي الخزاعي، التي أتى بالأصنام من الشام وأدخلها في دين المشركين أو في حنيفية السمحة، فغير بذلك دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك شيخ البرعي دجال الزريبة غير دين المسلمين وأدخل فيه أشياء لم يقل بها أبو جهل. أبو جهل كان يعتقد أن تصرف في الكون لله جل وعز حق محض الله، والبرع يقول لك لا، شيخي حسن وتحسون بكم، شيخي حسن في الكون متحكم، اعتقاد باطل، هذه وثنية لم يقل بها كفار قريش، بل أظن أن إبليس لم يفرح منذ ظهور الشرك في قوم نوح إلى يومنا هذا بظهور هؤلاء المتصوفة. والله هؤلاء أتوا بوثنية لم يكن عليها المشركين الأوائل، اعتقاد أن غير الله يخلق، هذا لم يكن في كفار قريش مطلقاً ولا في الكفار الذين من قبلهم، وأدخل هذا عباد القبور المتصوفة، دعاة الوثنية الذين غيروا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي أن تعلم هذه القواعد وأن تدرس وأن تنشر بين المسلمين حتى يعلم الناس منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البداءة بالتوحيد، بل إن الخصومة، كل الخصومة في توحيد الألوهية، صرف العبادة لله جل وعز، بل صرفها له وحده لا شريك له، لأن المشركين كانوا يعبدون الله جل وعز ولكنهم يعبدون معه غيره، يعبدون اللات ويعبدون هبل، يعبدونه بأساس التقرب إلى الله جل وعز ونيل الشفاعة
بجاه هؤلاء الصالحين، لا كما يعتقد عباد القبور في التصرف في الكون وهب الذرية إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نيل القربى عند الله جل وعز ونيل الشفاعة عن طريق جاه هؤلاء الصالحين، وهي حجة كفار اليوم من عباد القبور: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يا نفس حجة المشركين، نيل الشفاعة عن طريق جاه هؤلاء الصالحين، لأن لهم مكانة، بل إنهم يقولون: إذا أتيت الله جل وعز واستغثت به وحده لا يقبلك إلا إذا أتيت عن طريق هؤلاء الصالحين، لأن هؤلاء نظيفون ونحن وسخانين. نقول لك إحنا وسخانين، وهؤلاء واصلون إلى الله جل وعز، فإذا دعوت الله جل وعز وحدك ردك، ولكن إذا دعوت الله بجاه هؤلاء الصالحين ودخلت من بابهم نلت البركات والخيرات من الله جل وعز. وفي هذا طعن في الله جل وعز، أن الله لا يرحم خلقه إلا إذا جعلت بينه وبينه وبين خلقه واسطة، بل إن الله لا يعلم حال الضعفاء إلا إذا أخبره هؤلاء الصالحين زعما من المتصوفة بلسان حالهم ولسان قالهم، وكلامهم موجود في الكتب. وإن نكروه وإن أنكروه وإن صوروا للمسلمين أنهم لا يقولون بهذا، لأن أغلب المسلمين اليوم لا يقرؤون الكتب ولا يتعلمون، بل لا يقرؤون القرآن. إذا قرأت القرآن وأتيت بالسنة يقول لك دي آية وهابية، في آية وهابية عندكم شيطان، يقول لك شيطان في الآيات والأحاديث. هذه هي القاعدة الثانية، أنهم ما عبدوا هؤلاء الصالحين إلا لنيل القربى والشفاعة عند الله جل وعز، وهي نفس حال عباد القبور. الأمر الثاني يقول لك: هؤلاء عبدوا أصنام، مجرد أصنام، أما نحن فندعو الصالحين وندعو بشرة. ومن الذي قال أن الشرك هو مجرد الاعتقاد في الأحجار؟ اللات كان رجلا صالحا، ومن قبله ود وسواع ويغوث ويعوق، خمسة رجال صالحين كانوا في قوم نوح. من الذي قال لك الشرك هو صرف العبادة للأصنام؟ فإذا اقتنع يقول لك ما في شرك، يقول لك ما في شرك أصلا، لا يوجد شرك، هذه توسلات، هذا شرك. الذي لا يفرق بين الاستغاثة والتوسل جاهل، هذا شرك الذي تصرفونه للقبور من الطواف حولها والاعتقاد في ترابها ودعاء الأموات المدفونين فيها، هذا كله شرك بالله جل وعز، ليس مجرد توسل، هذه عبادة صرفتموها لغير الله جل وعز. وكل من صرف العبادة لغير الله، سواء كان حجراً أو شجراً أو مدراً أو جنياً أو صالحاً أو نبياً، فإنه مشرك بالله جل وعز، صرف العبادة لغير الله جل وعز. ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ليس له دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوافق الفطرة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا رد عقلي، ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ليس لهم حجة لا في كتاب الله، لا في عقل صحيح، ولا في نقل عن المرسلين،
ليس لهم حجة، المشرك لا حجة له. وهذه الآية قاطعة بذلك، فبان ألا حجة للمشركين في شركه. والقاعدة الأخيرة أن تعلم أن شرك هؤلاء متصوفة أغلظ شركاً من مشركي قريش، فإن أولئك كانوا يستغيثون بالله جل وعز، بل يخلصون الدعاء لله جل وعز في حال الشدة. قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وشرك المتصوف اليوم في حال الشدة يستغيثون بغير الله، في كربك أنده برعه، مدغيسك جنده، إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، في التلت ناديهم قوموا صيح ليهم أبقى منا مليهم وارمي الحمال عليهم. هذا شرك في حال الرخاء وفي حال الشدة، بل إنهم في حال الشدة يخلصون للشيوخ أكثر مما يخلصون لله جل وعز في حال الرخاء، فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. وأولئك كانوا يستغيثون بأولياء صالحين وأنبياء، أما هؤلاء يستغيثون بأفجر الخلق وأحطهم عند الله جل وعز، ليس فيهم سوف صلاح، يستغيثون بأناس يستحلون الزنا، يستحلون الربا وأكل الأموال الناس بالباطل لغير ذلك من البواطيل التي يزعمون أنها دين يدان به لله جل وعز. وساطا يشرب الدكاي مع الصديق سديد الرأي، الدكاي المريسة، ضرب المريسة ويزعم أنه مع الصديق سديد الرأي، يستحلون المحرمات ومع ذلك هم أولياء لله صالحين عند العام. هؤلاء أولياء للشيطان، قاتلوا أولياء الشيطان كما قلت لكم، هؤلاء لحومهم مزكاة، بل هي طيبة، لحوم أهل البدع جميعا سواء كان بدع عقائدية أو بدع سياسية. فنسأل الله جل وعز يرد المسلمين بسلوك طريق سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومن ورائي متحدثون أخونا ودراوة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.